إذن فهد الكسار الإماراتي يأتي بصفرة إذان ببداية لقاء اليمن والبحرين هنا في لقاء هذه المجموعة ما بين المنتخبين. ولدينا كرة مع البداية لدى المنتخب اليمني، وصل لدى الأساسي، بعد ذلك الكرة تعود لدى المنتخب البحريني. قائمة أسماء لاعبو الفريقين بعد الكرة. نفذت، حاضرة بالجانب الأيمن لدى المنتخب اليمني، التسديدة والكرة ولباد يأتي وإلى ضربة ركنية ماضية، ولباد قد جاء. تدارك الأمر في اللحظات الأخيرة، تدارك الكرة في لحظات على صعيد بطولة الخليج. كرة لدى اليمن وتسديدة من الصاصي وصلت إليه، على إساسي يطلب كرة لكن لم تصل، الخياط يرسل كرة لدى على إساسي يأخذ كرته، فصل مهاري الساسي يعطي كرة بينية وصلت يمنية. وصلت عادت حسين يعطي كرة طولية خطيرة بحرينية وتسديدة وبتمر. اسماعيل عبد اللطيف عادت وصلت إلى عبد الله عبد الرحيم، جاء بتسديدة قوية. عدلي هو عدلي، إن بغيت صنعاني هو صنعاني، إن بغيت موال هو موال، إن بغيت الدان موجود، وإن بغيت البال موجود. والكرة على اليمين للمنتخب اليمني، عرضية وحيد الخياط، ولمسة يد الصاصي، لمسة يد الصاصي، ضربة حرة موجودة لدى المنتخب البحرين. إن بغيت الدان هو دان، وإن بغيت عالبصية للبحرين. اسماعيل يعلي الكرة، بعد ذلك قطعت، عادت المرتدة الانطلاقة، وقويتي من قائمة بدلاء المنتخب اليمني. ضربة ركنية، محمد حسين، حسين بابا، وبينت بعد ذلك من الدفاعات اليمنية. حاضر وسط الملعب بتوت راشد الحوطي، خطأ وكرة ثابتة من مكان بعيد، كرة ثابتة تستغل. يا في عندنا لاعب واقع على أرضية الملعب من لاعبي المنتخب اليمني، عبد المعين، شوفه شوفه شوفه. طبعا مش شوف حسين بابا مع ايضا اربعه اللي هو مدير الرداعي، وفي خلاص ما بقي شيء، يعني كلها دقيقتين، اهدى شويه خلاص. ما بقي شيء يعني، عموما كرة ثابتة والتسديدة تأتي من عبد اللطيف عالية. اسماعيل بعد أيضا، محمد عياش، تعود مرة أخرى للبحرين في آخر الدقائق. كرة للبحرين واصلة لدى حسين بابا، عرضية اصطدت وقول أحد لاعبو المنتخب اليمني، لكن الكرة العرضية محمد حسين، هذه وين؟ هذه وين؟ تسلل